أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. وفاة والد الإعلامي حمود الفايز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. نعى الإعلامي السعودي حمود الفايز والده الذي توفي على إثر إصابته بفيروس كورونا، والذي كان قد تسبب في دخوله المستشفى وخضوعه للعلاج منذ ما يقارب الأسبوع. ونشر الإعلامي حمود الفايز تدوينة عبر حسابه على تويتر نعى فيها والده الذي أصيب بفيروس كورونا قبل أيام ودخل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج. لكن تدهورت حالته حتى تم الإعلان عن وفاته، وقد دعا حمود الفايز بالرحمة لوالده ونشر تدوينة قال فيها: يا الله يا رحيم، يا الله والدي رحل عن هذه الدنيا. وكشف الإعلامي السعودي حمود الفايز عن موعد دفن والده في تدوينة عبر حسابه على تويتر قال فيها: السبت بعد صلاة الظهر في مقبرة شمال الرياض سيصلى على والدي ويدفن هناك. وقدم العديد من النجوم العزاء للإعلامي حمود الفايز، حيث علقت الفنانة بلقيس على تدوينة السعودي فكتبت: عظم الله أجركم أخوي حمود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بينما علقت الإعلامية مهيرة عبد العزيز فقالت: عظم الله أجرك حمود، ويا رب صبركم على فراقه ويجعل مثواه الجنة، كما قدم العزاء فيصل العيسى وعلي جابر وغيرهم. وكان قد نشر تغريدة بتاريخ 18 يونيو حزيران الجاري قال فيها: دعاءكم لوالدي الذي يرقد حاليا في المستشفى العسكري لليوم الثاني، قبل قليل أكدوا لنا إصابته بالفيروس. وأكمل قائلا: وظهرت نتيجة إيجابية، واثنين أيضا من أفراد أسرتي بالرياض، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. ويعد الإعلامي السعودي حمود الفايز هو أحد أبرز الإعلاميين في شبكة MBC، وقد بدأ حياته في التلفزيون السعودي مع برنامج صباح السعودية. شكرا لكم على المشاهدة، اشتركوا في قناتنا وفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.